أطلقنا مبادرة عشانك يا بلدي، الله. وحدتنا العربية وتعاوننا الدولي. دي مبادرة مهمة جدا بنشتغل فيها كمستثمرين ومستثمرات على قطاعين، ومن أهمهم يعني الأول قطاع السياحة، السياحة الدينية والسياحة العلاجية. لو كلمنا على السياحة العلاجية، لو بصينا كم واحد في العالم من دول أفريقية أو دول عربية وحتى بعض الدول الأجنبية أو وسط آسيا بيرنس راجع من كرغستان على فكرة وبيبعتوا دلع السلام الله يخليك. أنا عايز أقول الدول بتاعت الاتحاد السوفيتي القديم يعني بيبعتوا كم من الحالات تتعالج بره. طب نصيب مصر كم في المية منهم؟ مش عارفة طبعا، عنديش الأرقام، لكن ممكن نزودهم. بإيدينا في إيدين بعض هنقدر إن الناس دي نجتذبها للعلاج في مصر. طب عملنا اتفاقيات مع العديد من المستشفيات، لو تسمحي لي أقول اسم المستشفى ولا لأ؟ أقول؟ هنعتبرها إعلان فبلاش. مستشفى مهمة جدا في التجمع. مستشفى كبيرة وبتتبع إحدى الوزارات الكبيرة، لكن بتعمل داخليا بالفكر المجتمعي. بمعنى إيه؟ بتعمل يعني بيقبلوا ناس تبع الوزارة عندهم وبيقبلوا مدنيين أيضا. تمام. طب النهاردة ما عملنا اتفاقية معاهم، بنشتغل دلوقتي إزاي نعمل مجموعة كاملة، يعني باكج زي ما بيقولوا، بين الطيارة وبين المستشفى وبين العملية وبين الفندق اللي هيقيم فيه المريض. وبنقدم تكلفة لدول خارج مصر زي دول أفريقية أو وسط آسيا أو كده ودول عربية، ونقولهم تعالوا مصر هتعمل عملية هتكلفك كذا، الباكج على بعض أرخص كتير جدا من دول كتيرة تانية في السياحة العلاجية. عملنا اتفاقيات مع الأردن ومع مستشفيات الأردن، وما شاء الله دعم كبير من الحكومة الأردنية أيضا للتعاون معانا. الأردن ما شاء الله عندهم تميز كبير جدا في السياحة العلاجية، بس إحنا عندنا قصاد ده تميز مستشفيات معدات حديثة طبية جدا على مستوى العالم. عندنا أكبر استشاريين في العالم، وعندنا زي بيقولوا كاباسيتي، يعني عندنا غرف عمليات عدد كبير، غرف كده. ده بره احيانا بيقف بيقعدوا بالشهور ويتنج ليست عشان بالظبط ده اللي احنا قلناه في الاردن يقدروا يعملوا، بس لان حجم الطلب عليهم مع حجم المستشفيات الموجوده مش بيتناسب. طلب عالي جدا والحجم بيحصل له حد معين، فقلنا خلوا العمليات عندنا واحنا نتعاون، ويبقى شغل بين الاردن ومصر في السياحه العلاجيه. مش قادر اقول لحضرتك مجلس الاعيان بجد، مجلس ربنا يبارك لهم يعني تعاونوا جدا، وقعنا اتفاقيات وكده، وان شاء الله يعني هيبقى خير كبير عشانك يا بلد.